سال معدة فريق نادي الشمس. بادي طبعا بالكابتن تهاني توسون مدير فني فريق نادي الشمس وكابتن محمود حنفي. بادي المعدة هانيا خالد، ارسال خارج الملعب. طبعا بادية يمنى عزت اللاعبة رقم 16 في الخط الناقص مع المعدة واللاعبة دعاء غباشي. بادية على الخط الكامل وطبعا كرة قوية بتشوطها آية حمدي من مركز 2 بتيجي في ايد حائط الصد يمنى ونقطة مباشرة 2 الاهلي لا شيء الشمس. شروف فؤاد ارسال قوي استقبال الكرة بتترفع بتتشاط من عالية بريست الايد كده بشكل جيد. عالية هلال لعبة شولة موجودة وده اللي انا اتكلمت فيه يمنى هي على الارسال بعد المعدة. اذا الكابتن تهاني توسون حاطط دعاء الغباشي على الخط الكامل وحط يمنى على الخط الناقص وكرة قوية من عالية بتشوطها من مركز 2 في مركز 2 بنقطة 2 الشمس 2 الاهلي. يمنى عزت ارسال قوي استقبال كرة بتترفع كرة بتتضرب من آية تطلع ديفنس ترجع تاني دعاء بتحط كرة بشكل جيد وديفنس جيد ترجع تاني سهلة وكرة بتترفع بتتسقط من عالية. هلال 3 الشمس 2 الأهلي. قدامنا كاترين تلعب عليها الارسال اللي فات ودي تاني ارسال استقبال جيد كرة سريعة قوية من فريدة العسقلاني من جنب ايد سلمى خالد ونقطة لسه 3-3. سارة امين واستقبال وكرة بتتشاط قوية من سلمى خالد من نص الملعب باستقبال جيد. نادي الاهلي بادي بسارة امين وكاترين واستقبال من سارة وكرة راجعة تاني سهلة و الاستقبال لو ما اتظبطش مش هيتعمل هجمة منظمة ومش هيقدر يتلعب سريع ومش هيقدر الكرة تمشي. 5 الشمس 3 الاهلي. سلمى خالد ارسال قوي استقبال من مريم وكرة سريعة بتتشاط من فريدة العسقلاني بتفنس من خالد هانيا خالد طبعا بتجيب نقطة مباشرة 4 الأهلي 5 الشمس. فريدة العسقلاني ارسالاتها مميزة واستقبال جيد وكرة بتترفع وكرة بتتحط من دعاء الغباشي في ايد لاعبة الطرف آية حمدي وخارج الملعب 6 الشمس 4 الأهلي. عالية هلال ارسال قوي استقبال لسه الاستقبال ما اتظبطش بترجع تاني كرة سهلة وبتتحط بليس بتطلع من شروق وبتترفع وبتتشاط بقوة من آية حمدي من مركز 2 بتحطها بريست ايديها في مركز 5 بتعدل بيها النتيجة 5 الاهلي 6 الشمس. وآية لعيبة متميزة ارسال قوي استقبال وكرة بتترفع
الكرة محطوطة قوية بتتشاط من دعاء الغباشي، دخلت آية خالد كده كأنها داخلة وان ليج من وراها، ومريم راحت لها سنة وراحت رافعة الكرة في أربعة، اتشاطت بسنجل بلوك من شروق، 7-5 الأهلي. دعاء غباشي ارسال قوي، استقبال والكرة بتترفع وبتتشاط من كاترين بقوة وتفنس من دعاء، ويمنى عزت بتحط كرة ما بين ايد حائط الصد وداخل الملعب في نص الملعب، وأول تكنيكال تايم اوت، 8-5 الأهلي. طبعا ظاهر جدا محتاجين شوية تركيز في الاستقبال علشان هو اللي هيعمل الفارق، وهو اللي هيقدر من خلاله يتعمل هجمات. وشفنا استوديو التحليلي اتكلم في النقطة دي، كابتن خالد العوضي وضيوفه اتكلموا على ان الاستقبال هو اللي هيعمل الفارق ما بين النادي الاهلي ونادي الشمس. لسه طبعا بدري جدا، 3 نقط سهلين يتجابوا بسهولة بتركيز. اتعودنا على النادي الاهلي بيلعب من نص الملعب بشكل جيد جدا عن طريق فريدة العسقلاني ومريم متولي. استقبال، الكرة بتترفع وكاترين بتشوط كرة قوية جدا، ده اللي احنا اتكلمنا فيه، استقبلت الكرة اللي فاتت دي وضربتها بشكل جيد من جنب ايد هانيا خالد. كاترين ارسال قوي، استقبال من نهال وخطأ من الاستقبال، ده اللي احنا اتكلمنا فيه، ضغط الارسالات هو اللي هيعمل الفارق في الاستقبال. هتيجي الكرة سهلة ويتعمل منها كونتر جيد، تاني كرة قوية وبترجع تاني وبتعدي سهلة، ومريم كرة بتترفع من واحد وبتتحط بقوة من آية حمدي من مركز واحد بعيدة عن ايد دعاء الغباشي، تتفنس من 6، ما طلعش البلوك طبعا بشكل جيد. كاترين ارسالها قوي واستقبال، المرة دي طلع مظبوط، كرة بتترفع وبتتبلس وهي بتجيبها، بتترفع كرة قوية جدا بتتشاط من اللاعبة سارة أمين في الخط من 4-1 في جزء طبعا صعب جدا من جنب ايد حائط الصد. ارسال قوي، استقبال وكرة بتترفع، وآية خالد بتشوط كرة قوية وبترجع تاني، وآية حمدي بتنزل كرة بليس بتجيبها آية خالد، وكرة بتتشاط بقوة من يمنى عزت، بيتعادل نادي الشمس 9-9. آية خالد ارسال قوي، استقبال من مريم جيد جدا، وده اللي احنا اتكلمنا عليه، مريم متولي من نص الملعب هي اللي هتفتح مفتاح مكسب وفوز النادي الاهلي في الكور ديت اللي قدامنا دي، ملهاش ولا تفنس ولا بلوك، كوره بتترفع بترجع تاني بتتحط بريست الايد كده من 4-5، بيتعادل نادي الشمس 10 ونادي الاهلي 10. لسه مرحله جس النبض واستقبال خاطئ
من كاترين. ارسالات محطوطة فيها ريسك من كلا الفريقين اهو، كرة فيها ريسك جت في الشبكة ونزلت عند شروق. 12 الشمس 10 النادي الاهلي. هاني يا خالد، ارسال واستقبال، ده اللي احنا اتكلمنا، الاستقبال لازم يتظبط، ما تنفعش الكره تعدي بسهوله، وكره بتتشاط قويه، ومريم مصطفى بتطلع ديفنس جيد، وكاترين بتضرب كره من سته وبترجع تاني، كره بتتحط من يمنى عزت برست ايديها في ديفنس خارج الملعب. 13 الشمس 10 النادي الاهلي. ارسال قوي، استقبال، وكره بتتشاط قويه جدا من فريده العسقلاني، ده اللي احنا اتكلمنا فيه، اي كره هتتضرب من فريده العسقلاني ومريم متولي من نص الملعب هتيجي بنقطه مباشره على طول. 11 الاهلي 13 الشمس، استقبال من نهال، كره بتترفع وبتتحط بليز، تطلع تاني وبتحطها كاترين بريست، ايديها سهله تترفع، يمنى عزت بتشوط كره قويه وعاليه مستنيه الكوره، وتفنس من مريم مصطفى، ولكن مفيش متابعه، كره بتنزل ما بين كاترين و ساره امين، قدامنا اهي يمنى عزت، ارسال قوي، استقبال ورفعه، وكره بتتبلس، اي كره هتحطها فريده العسقلاني او مريم متولي هتيجي بنقطه على طول. 12 الاهلي 14 الشمس، بايديها الشمال، كره بتتشاط قويه من عاليه، خمستاشر نادي الشمس 12 النادي الاهلي. سلمى خالد، ارسال قوي، استقبال من ساره، وايه المتالقه بتشوط كوره بقوه من مركز اتنين في مركز خمسه، صعبه طبعا. 13 الاهلي 15 الشمس، فريده العسقلاني، ارسال قوي واستقبال، وكره سريعه بحائط صد جيد جدا من مريم مريم متولي، وايه 14 الاهلي 15 الشمس، وارسال قوي بنقطه مباشره ما بين الليبرو ويمنى عزت، برافو، 15 15 ارسالات طبعا قويه، وفريده العسقلاني واستقبال من دعاء، كره بتترفع بتتسقط برست الايد وبترجع تاني، ودعاء بتشوط كره قويه ودفنس اجمل، وايه خالد كره بتيجي فيرست باس كونتر اتاك، بتحطها بريست ايديها من ديفنس داخل الملعب. 16 الشمس 15 النادي الاهلي، والتاني تكنيكال تايم اوت. شفنا الكورتين اللي فاتوا ضغط فريدة وكاترين بالإرسال قرب المشوار شوية بعد ما كان ثلاث نقط فارقين، واضح جدا ضغط لغاية دلوقتي من عالية، هلال هي اللي شايلة كتير جوه الملعب،
ومعاها يمنى عزت ودعاء غباشي، هما الثلاثة المتحمل عليهم لغاية دلوقتي النادي الأهلي. طبعا عنده آية حمدي وفريدة العسقلاني ومريم متولي، مفاتيح لعبه كتيرة، بس الاستقبال يتظبط والأمور هتمشي إن شاء الله. عالية هلال، إرسال قوي، استقبال من مريم مصطفى، الكرة بتيجي وآية حمدي الشامي بتشوط كرة قوية من مركز اتنين في مركز واحد، ما بين واحد واتنين كده الديفنس ما يقدرش يعمل لها حاجة. 16 الأهلي 16 الشمس، إرسال قوي واستقبال، كرة بتترفع ودعاء بتحط كرة برست إيديها كده فيها قوة، ولكن مريم مصطفى بتطلعها ديفنس، تترفع تاني وبتتشاط بقوة، دعاء من جنب ايد كاترين اللي طلع لها من مركز اتنين. شايفين طبعا الكابتن حمدي مودي كاترين في مركز اتنين، تطلع بلوك علشان لعبة طويلة ما تشطش من عند شروق، وبتعوض كاترين كوره جميله جدا اتضربت دلوقتي، لعيبه متميزه وارسالها متميز، ارسال استقبال وكره بترجع وايه بتحط كوره وبتطلع تاني، وكره قويه بتتشاط من ايه خالد، ولكن مريم متولي المتالقه تحط الصد بتاخدها منها، وتقدم النادي الأهلي 18 ونادي الشمس 17. تايم اوت بتجريه الكابتن تاني توسون المدير الفني لفريق نادي الشمس، بتوقف طبعا الناس، وطبعا شايف توجيهات الكابتن حمدي الصافي بيكلم فرقته على حائط الصد، ومحدش يطلع بدري علشان ما تتشطش الكرة في ايده وتيجي على بره تاتش. ارسال قوي من كاترين خارج الملعب، طبعا بتلعب ارسال بريسك عشان عايزه تعمل فارق، ولكن خارج الملعب. ايه خالد ارسال قوي وكوره بترجع تاني سهله وبتجيبها، وان ليج قويه بتشوطها سلمى خالد وتفنس، وكوره بتتحط كده بريست الايد من ساره امين متميزه بمهارة جيدة، بتيجي في ايد هانيا وعالية وخارج الملعب. مريم متولي واستقبال جاي، كرة بتترفع وبتتشط بقوة في ايد حائط الصد شروق وخارج الملعب. 19 19 هاني يا خالد، استقبال كرة بتترفع وآية بتشوط كرة قوية وتفنس جيد جدا وبترجع تاني، ودعاء بتحط كرة بريست ايديها كده بسيطة جدا، ولكن لمحت مريم مصطفى داخلة جوه شوية من الملعب.
20 الشمس 19 الاهلي، واستقبال كره راجعه وبتتحط من ايه بعدم توفيق، واعتقد في تايم اوت لازم الكابتن حمدي يجريه. واحد وعشرين الشمس 19 النادي الاهلي. الكورتين اللي فاتوا دولت من الاستقبال هما اللي عملوا كده. اتلعب ارسال طبعا موجه ظاهر وباين جدا توجهات، توجهات الكابتن تاني توسون، وارسال خارج الملعب بتلعبه على المحترفه. او على مريم لما بتبقى في مركز واحد. ارسال قوي، استقبال، كرة بتترفها وبتتشاط بقوة وتفنس جيد، ترجع تاني رمنا عايزة بتشوط كرة قوية وتفنس، كرة بتيجي سهلة وكرة بتتحط بقوة، ولكن خارج الملعب وشايف فيه اعتراض، ولكن الحكم الدولي قال انا شفتها. زيد ريدن التونسي اثنين وعشرين الشمس 20 الاهلي، ونزلت اللعيبه بسنت محمد، ونزلت طبعا نهله سامح خبره في الاستقبال كبيره جدا متميزه. بسنت ارسال قوي خارج الملعب، واحد وعشرين الاهلي 22 الشمس. صار امين استقبال من باسانتو، كرة بترجع ولكن خطأ من هانيا في الخط الخلفي وعدت الكرة بايديها من على الشبكة. 22 22، صار امين ارسال قوي، استقبال من باسانت، كرة بتترفع وعليا بتحط كرة قوية، بترجع تاني بتترفع وعليا بتشوط كرة أقوى، بترجع تاني بتترفع الكرة للدعاء بتحطها، ونهلة ديفنس جيد وكرة قوية من مركز اتنين من جنب يتحاط الصد. دعاء فتحت شوية الملعب، اتشاطت جنب رجل هانيا خالد. التايم اوت بتجري كابتن تاني توسون. 23 الاهلي 22 الشمس. اعضاء مجلس اداره نادي قرطاج التونسي قاعدين طبعا، ورؤساء البعثات بيتفرجوا على لقاء قوي ما بين النادي الاهلي ونادي الشمس في دور الثمانيه. سارة أمين إرسال قوي خارج الملعب مش في وقته خالص. ثلاثة وعشرين 23 سلمى شحتوت على الإرسال، إرسال كرة بتنزل ومريم مصطفى بتجيبها، ترجع تاني سهلة وهتترفع العالية وبتتشاط بقوة، بيتحاط الصد
وخارج الملعب. 24 الشمس، 23 الأهلي. سلمى شحتوت، ارسال قوي واستقبال من ساره، والكره بتترفع وهي بتشوت كره قويه جدا من مركز 2 في مركز 5. 24 24، فريد العسقلاني، ارسال قوي، استقبال من بسنت، الكره بتترفع وعليا بتحط الكره وبريست ايديها وبتيجي سهله، بتترفع تاني الايه وكره بتتشاط بقوه تجيد الضرب وبتبقى عندها خبره كده، حطت الكره مره ما بين 1 و6 والكره دي ما بين 1 و2. ايه متميزه، ارسال فريده وكرة ونقطة، و 26 النادي الأهلي، 24 نادي الشمس. زي ما قلنا ضغط الإرسال في نهاية الشوط الأول هو اللي عمل الفارق ده. شايفين طبعا شوط كان صعب، في مجهود جامد، في ضغط من فريق نادي الشمس ومن فريق النادي الأهلي في الإرسال. طبعا علي هلال متميزة جدا، والناحية التانية آية حمدي هي اللي جابت الشوط بآخر 3 شوطات ليها بريست ايديها، 1 في 5 و3 كور ما بين 1 و6 وما بين 1 و2، بريست ايديها بشكل جيد جدا. عندها من الخبرات ان هي تقدر تنهي الشوط، دي كرة من 1 متشاطة طبعا في 6، وكرة تانية بريست الايد من سارة. ملخص الشوط الاول، كور اللي من نص الملعب دي، ولكن الاستقبال معجز اللاعبين ان هم يعملوا هجمات من نص الملعب بشكل جيد. نتمنى الشوط الثاني ان شاء الله يبقى فيه استقبال ويبقى فيه متعه من خلال اللاعبات. بداية الشوط الثاني من لقاء النادي الأهلي ونادي الشمس ضمن فعاليات بطولة إفريقيا للأندية الأبطال من الصالة المغطاة بالنادي الأهلي. ودور الثمانية بيجمع ما بين الأهلي والشمس، وبدأ الكابتن حمدي الصافي نفس تشكيل الشوط الأول.
والارسال مع شروف فؤاد، ارسال قوي، استقبال من دعاء والكره بتترفع ويمنى بتشوط كره قويه ودفنس اجمل وبتطلع تاني وبتعدي الكره سهله وبترجع، وساره بتحط الكره بريست ايديها بشكل جيد جدا، الكره بتتحط بريست الايد ترجع تاني، وهي بتسقط كره ولكن الديفنس ما بيعملش عليها تراي. ايه مفتاح مكسب وفوز النادي الاهلي في الشوط الاول، شروق ارسال استقباله كره سريعه وحائط صد جيد جدا ترجع تاني، تدخل فريده بقى بتشوط كره قويه ترجع تاني ويمنى وبتشوط كره من الثبات ما رجعتش وخدت خطواتها. مين الاهلي لا شيء الشمس، شروق ارسال استقبال جيد والكره بتترفع ويمنى بتشوط كره قويه وحائط صد قوي ترجع تاني، كره بتتحط وكره بتتشط من ايه قويه جدا من 2 في 5 من سرعتها. دعاء بتقول الكره اوت سايد ولكن كره داخل الملعب، اهي استقبال وكره جايه سهله وحائط صد، وتالت كره بتضيعها يمنى بحائط صد سنجل بلوك. 4 الاهلي لا شيء الشمس. تايم اوت بيجريه طبعا المدير الفني لفريق نادي الشمس الكابتن تهاني توسن. 4 لا شيء، عايزه تحاول تلحق الشوط ولكن ده اللي احنا اتكلمنا فيه، ضغط الارسال هو اللي مش هيدي مساحة للخصم ان هو يدخل معاك في الشوط والمباراة، وسهولة الارسال هي اللي بتدي مساحات للخصم ان هو يدخل معاك. ارسال في الشبكة، لسه كنا بنشكر في الارسال بتاع شروق. 1 الشمس 4 الاهلي. هاني يا خالد ارسال قوي استقبال كرة بترجع، وآية بتشوط كرة قوية من جنب ايد حائط الصد من 4 في 6 متشطة اوت اوف سيستم كده بشكل جيد متميزة. سارة أمين إرسال قوي استقبال وكرة جاية عالية، وعالية هتحط الكرة بريست إيديها وحائط صد متميز ما بين فريدة العسقلاني وآية حمدي. ستة الأهلي 1 الشمس. تغييرة طبعا هنا المصري لعبة صغيرة السن مكان يمنى عزت، سارة أمين استقبال وكرة بتترفع بتتشط بقوة من مركز 3 ولكن حائط الصد المتميز. فريدة برافو يا فريدة، سارة أمين استقبال كرة بتترفع وعالية بتحطها بريست ايديها كده وبتيجي تاني وحائط صد جيد وبتشوط
سلمى شحتوت كورة بتيجي ما بين كاترين وفريدة العسقلاني بنقطة، اتنين الشمس، سبعة الأهلي. هنا المصري إرسال قوي، و ثلاثة نادي الشمس، سبعة النادي الأهلي. إرسال هنا المصري، إرسال قوي، كاترين بتجيب الكرة وبتشوطها بقوة، فريدة العسقلاني، كرة سريعة كده بعيدة عن ايد حائط الصد، اترفعت ما بين مركز ثلاثة وما بين مركز أربعة، اتحطت بقوة في مركز خمسة. برافو عليك يا فريدة. الإرسال والاستقبال هو الأساس، استقبال مظبوط، رفعت سريع، عملت شغل، ابتدى يبقى ليها شكل. الكرة مش مظبوطة، بتترفع ما بتقدرش تعمل من خلالها هجمة. الكرة اللي فاتت دي سريعة مفتوحة طبعا من على الشبكة، ولكن فريدة كانت اوريدي ضمة على سلمى شحتوت فخدت منها البلوك بسهولة. بتلعب شروق وتوجيهات الكابتن حمدي ان السريع حر على الشبكة، ما بيبقاش قدام المعدة، لا بتاخدها مفتوحة شوية عشان تقدر تلف بيها. أربعة الشمس، تمانية الأهلي، وإرسال سلمى واستقبال، وكرة بتترفع، وآية بتحط كرة بشكل جيد جدا في مركز ستة. قرت إن مركز ستة مايل شوية على مركز واحد، متميزة، برافو يا آية، إرسال قوي. عشرة الأهلي، أربعة الشمس، إرسال آية، استقبال، كرة بتترفع، وعليا بتشوط كرة قوية، برافو يا علي. خمسة الشمس، عشرة الأهلي، استقبال، كرة جاية سهلة، وكاترين بتحطها، ونهال جمال بتطلع ديفنس، ودعاء بتشوط، ولكن هيا بتطلع ديفنس قوي، ترجع تاني، كرة بتتحط باك لآية خالد، وترجع تاني، وهنا المصري، وديفنس جيد، والليج قوية جدا من مريم متولي المتألقة من مركز اتنين، بتحطها ما بين خمسة وستة، برافو عليك يا مريم. برافو يا شروق. ارسال، استقبال، وكرة جاية سهلة، وترجع تاني، ومريم بتطلع ديفنس، وبتشوط كرة سريعة من مركز ثلاثة في مركز اتنين، برافو عليكي، صعبة جدا. اتناشر الاهلي، خمسة الشمس، استقبال من هنا، كرة مرفوعة، وعليا بتشوط كرة قوية خارج الملعب. الاستقبال وضغط الارسالات، النادي الاهلي واضح، شفنا الشوط الاولاني 26-24، الشوط الثاني بضغط الارسال والاستقبال جاي بشكل مش سليم، الفرق بقى كبير ازاي.
ستة تلاتة وعشرين. ودعاء توفيق ارسال قوي واستقبال. سبعة تلتاشر ارسال قوي استقبال. تاني كورة تاني كورة في الاستقبال. دعاء الغباشي استقبال. الكورة جاية. تالت كورة. تسعة الشمس 13 الأهلي. كرة بترجع وهنا بتحط كرة قوية. أنا شايف الفارق كان كبير قوي. بقى ثلاث نقط بس. بسبب الاستقبال. عشرة نادي الشمس 13 النادي الاهلي. والتايم اوت اعتقد ان ده كله علشان يقدر الكابتن حمدي يلم اللاعبين في الاستقبال. غير في الشوط الاولاني في اخره كاترين ونزل مكانها نهلة سامح. اربعتاشر الاهلي عشرة الشمس. مريم متولي ارسال قوي. نهال بتستقبل الكرة بتترفها. وهنا المصري بتشوط كرة تانية في ايد حائط الصد وخارج الملعب. حداشر اربعتاشر. آية خالد استقبال من كاترين والكرة بتترفع. وآية بتشوط كرة قوية من مركز واحد في نص الشبكة. يعني بتتشاط في نص الملعب عفوا من غير أي حائط صد. أهو ما طلعش ولا لحق. متسابة إزاي؟ طبعا لازم. إرسال قوي واستقبال والكرة بتترفع. وهنا بتشوط كرة قوية ودفنس أجمل من ندى. الكرة بتتحط وكاترين طبعا ده كان الجديد. كاترين المباريات اللي فاتت كانت بتشوط من ستة بشكل جيد جدا. سلمى شحطوط خدتها بلوك. إرسال خارج الملعب. 16 النادي الأهلي 12 نادي الشمس. شفنا ضرب من مركز ستة مهم جدا بيستخدمه الكابتن حمدي الصافي مع كاترين تحديدا. ولكن شايفين آية ما شاء الله هي اللي عاملة الفارق وهي اللي بتخلص بصراحة في النقاط الصعبة جدا والحساسة في الشوط الأولاني في نهايته و في الشوط الثاني ايضا. بتشوط كويس من مركز واحد ومن مركز اتنين وعامله فارق بشكل يعني جيد جدا. كان فارق كتير جدا في النقاط ولكن تقلص بسبب ارسالات دعاء واستقبالات كاترين اللي عمل الفارق ده تاني. وساره واستقبال من نهال. كره بتترفع وعاليه بتحط الكره برجل ايديها
في حائط الصد وداخل الملعب. 13 الشمس 16 الاهلي. هنا المصري ارسال قوي واستقبال من ندى، كرة بتترفع وكاترين بتشوط كرة قوية جدا في حائط الصد وخارج الملعب. 17-13 فريدة واستقبال، كرة بتترفع وعالية بتشوت كورة، الفنس بيطلع وآية بتشوت الكرة بقوة من مركز 2 في مركز 5، ما تقدرش تعمل لها حاجة. هنا المصري ده الفارق اللي احنا اتكلمنا عليه في المهارة. فريدة استقبال وكرة اترفعت باك واتحطت بريست الايد وآية بتجيبها، وكاترين بتشوط كرة قوية ودفنس من فريدة العسقلاني جيد، الكرة بتتبلس ودعاء بتجيبها وكاترين، وكرة بتشوطها بقوة في حائط الصد وخارج الملعب. بتروح سلمى خالد شحتوت متأخرة، فكاترين بتشوطها في ايديها وخارج الملعب، ودعاء كرة بتتشوط بقوة ودفنس أجمل من سارة، وكرة طلعت بشكل مظبوط حائط صد اتخذت من كاترين. 14 الشمس 19 الاهلي. ارسال في الشبكة. من سلمى شحتوت. 20 النادي الاهلي 14 نادي الشمس. ايه خالد. ايه حمدي. وكرة طبعا جاية مشكوك في امرها ولكن تتحط بريست ايديها عالية في الشبكة. 21 الاهلي 14 الشمس. تايم اوت بتجريه التاني الكابتن تاني توسون. الكرة اللي فاتت بتاعت آية حمدي ارسال طبعا ساقط في اخر الملعب، كان في شك الكرة ما جاتش مظبوطة في الاستقبال، اترفعت وعالية حطيتها بريست ايديها في الشبكة، عاملة مجهود طبعا جيد جدا. ندى وليد ليبرو بتبدل مع مريم مصطفى برضو عاملة مجهود جيد، وآية ارسال قوي واستقبال من هنا بترجع تاني، ودعاء ودفنس من كاترين، كرة بتترفع من واحد تتبلس ولكن آية خالد متميزة، وكرة بتتشط بقوة بترجع تاني وبتتحط كده بصعوبة من متولي ولكن بترجع ودفنس جميل، وكرة بنقطة ما تلحقهاش. هانيا خالد 22 الاهلي 14 نادي الشمس. آية حمدي خارج الملعب. 15 الشمس 22 الاهلي. وعالية على الارسال، ارسال قوي واستقبال وكرة بتترفع وبتتشاط بقوة بدبل بلوك. آية طلع خالد ولكن شاطتها مريم متولي بقوة. 23 الاهلي 15 الشمس، وكاترين واستقبال، كرة بتترفع وبتتبلس وبترجع تاني، ترفع تاني
تتشاط خارج الملعب ولكن فيها تاتش. بتحطها. جت في ايد حائط الصد. ارسال استقبال من كاترين. الكرة بتترفع كده اي حاجة بترجع سهلة وفريدة. ميار خليفة اللي نزلت مكان فريدة العسقلاني بتحطها بقوة. لاعبة صغيرة السن متميزة. 24-16. ارسال قوي. استقبال من هال. الكرة بترجع تاني. وبتتحط بليس من شروق فؤاد لتنهي الشوط الثاني 25-16. شفنا شوط تاني جيد من لاعبات الاهلي. في تميز من آية طبعا في الضرب. واضح كور كتيرة محطوطة بخبرة كبيرة عملت فارق جيد في الشوط التاني. تغيير هانا المصري مع يمنى عزت. تغييرة يمكن تكون ناجحة في مستوى الضرب. شاطت أكتر من كورة لما نزلت هانا. يمنى الشوط الثاني من بدايته ما كانتش موفقة. هنشوف كابتن حمدي هيثبت تشكيله لا طبعا عمل تغيير. نزل ميار خليفة مكان مريم متولي ونزل نهلة سامح مكان سارة أمين. بداية الشوط الثالث من لقاء النادي الأهلي ونادي الشمس ضمن فعاليات دور الثمانية في بطولة إفريقيا. أعتقد تغيير
النادي الاهلي بيحاول يجرب ويشوف اللعيبة عنده مباريات قوية جدا الفترة الجاية. الأنابيب الكيني طبعا فرقة قوية ولكن عندها مشكلة في مهارة الاستقبال، ولكن حاط الصد والهجوم قوي. ارسال من هانيا، كرة بترجع وهي بتحط الكرة بشكل جيد، بترجع تاني، كرة بتتشاط وحاط صد جيد، وكرة من دعاء وتفنس، كرة بتترفع وكاترين بتشوت كرة قوية جدا من مركز أربعة في مركز واحد. واحد النادي الأهلي لا شيء نادي الشمس. شروق فؤاد، إرسال قوي، استقبال من دعاء، كرة بتطلع، كرة سريعة بتتشاط بقوة من سلمى شحتوت من مركز ثلاثة. هنا المصري إرسال واستقبال، كرة بتترفع وآية بتحط كرة كده وبتيجي سهلة وبتتحط من دعاء، ولكن حائط صد جيد جدا. اتنين الاهلي واحد الشمس. كاترين على الارسال، ارسال قوي واستقبال، كرة جاية وعالية بتشوت كرة قوية وتفنس من آية في نقطة صعبة جدا. عاملاها بريست ايديها بصراحة بشكل جميل جدا. سلمى وندى بتستقبل وكرة بتترفع بتتحط من آية، بتيجي بتفنس، بتيجي تاني سهلة وفريدة، وكرة نهلة المتألقة صاحبة الخبرات اللي طبعا عندها من الخبرات والمهارات تقدر تخلص كور بالشكل ده بريست الايد من اعلى نقطة. ولكن استقبال من هنا، بتيجي كورة ودعاء، ترجع تاني وتيجي على النادي الاهلي. ثلاثة ثلاثة. عالية هلال، استقبال من نهلة، كرة بتترفع بتشاط قوية من ميار خليفة، ترجع تاني، بتتحط بقوة من دعاء، ولكن حاط الصد المكون من آية حمدي وميار خليفة جيد. اتكلمنا عن الاستقبال، شفنا الكرة اللي فاتت صعبة، نهلة طلعتها بسهولة، كرة تترفع تو ولكن بتطلع ديفنس، وبتحاول عليها كاترين و أربعة أربعة. دعاء استقبال وكرة بتترفع بترجع تاني، في هزة كده في استقبال كاترين، دي تاني كرة، كرة بتتحط بليس من هانيا خالد، حطها بإيديها الاتنين، دعاء استقبال وكرة بتترفع وبتتشاط، ترجع تاني وهنا، وندى بتجيب كرة تفنس، وكرة بتتشاط بقوة من آية صاحبة الحلول.
نهله سامح ارسال قوي استقبال كره بتترفع ودعاء بتحط الكره برست الملعب بتيجي في الملعب برست ايديها كده من اعلى نقطه فيها شك ولكن نزلت في الملعب ايا خالد ارسال قوي من آية استقبال من نهلة كرة بتترفع بتتشد بقوة من ميار خليفة اي كرة بتيجي عند نهلة بصراحة مريحة جدا للمعدة تديها الكرة مظبوطة بتقدر تعمل منها هجمة كرة بتترفع وهنا بتبلس كرة بتجيبها آية ونهله بتحطها بريست ليد بتطلع ديفنس ترجع تاني وهنا المصري بتجيبها وديفنس جيد وكاترين تحط كره بليس تترفع ودعاء بتشوط كره قويه بحائط صد مفتوح بتيجي في ايد الديفنس ونقطه مباشره 8 الشمس 6 النادي الاهلي طبعا واضح شوية تركيز هيقدروا يجيبوا الفارق نقطتين سهلين شايف طبعا انا توجيهات كابتن تاني توسن مدير فني نادي الشمس كابتن محمود حنفي الناحية التانية طبعا اللعيبة كورة ان شاء الله بإذن الله تبقى سهلة هاني يا خالد معدة فريق نادي الشمس ارسال استقبال من نهله كرة سريعة بتتحط من فريدة العسقلاني فريدة طبعا متميزة اي كرة استقبال بيجي عند نهله بتطلع كرة سليمة بيتعمل منها هجمة سريع الكرة بتخلص وكرة بتتشاط من عالية بتيجي في ايد حائط الصد وخارج الملعب تسعة الشمس سبعة الاهلي وارسال من عالية من هنا الكرة بتترفع وفريدة ده اللي احنا اتكلمنا فيه اي كرة هتشوطها فريدة من نص الملعب هتيجي بنوب كاترين استقبال وكرة بتترفع وبتتشاط من عالية وتفنس جيد من آية ترجع تاني ونهلة المتألقة بتطلع تاني تفنس ودعاء بترجع كورة وآية بتشوط كورة قوية جدا كانت المفروض دعاء تطلع حائط صد ولكن ما طلعتش مع سلمى شحتوت كاترين استقبال كورة جاية سهلة وعالية بتشوط كورة قوية ولكن الحكم الأول زيد ريدين التونسي احتسب كرة شبكة على عالية كاترين واستقبال من نهال كرة بتترفع ودعاء بتحط كرة بليس وشروق بتجيبها بتترفع تاني وآية
بتشوت كرة قوية وبترجع تاني، وعالية بتشوت كرة أقوى وتفنس من شروق بترجع تاني، عالية بتحط الكرة برست إيديها وندى وليد بتعلي الكرة، ومهلة سامع تحط الكرة برست إيديها بشكل جيد جدا في واحد، وكرة تانية رالي أربع كور رايحة جاية، وآخر كرة بتحطها عالية ما بين إيد حائط الصد وبتنزل في الملعب 10-10. مجهود من عالية ومن آية بصراحة جيد جدا. بسنت نزلت إرسال قوي وبترجع الكورة وبتترفع، وعالية بتشوط كورة قوية ودفنس أجمل من ندى، تتحط كورة من ستة، ده اللي احنا اتكلمنا فيه. نركز الكابتن حمدي الصافي في الكور الاوت اوف سيستم، تترفع في مركز ستة للاعيبة كاترين بتشوطها بقوة ما بين واحد وست. استقبال كرة بترجع وبتشوط دعاء الغباشي، كرة بريست الايد كده فحاط الصد وخارج الملعب 11-11. عالية وإرسال في الشبكة. طبعا مجهود عاملاه البنت بصراحة كبير. آية تختلف عنها، عندها خبرات وسنها أكبر. كرة محطوطة باك كده من آية خالد وبترجع تاني وبتعديها ندى وليد، ترجع تاني ودعاء بتشوط كورة قوية، ولكن آية هو تاني كورة تتحط من مركز ستة لكاتم، اتحطت كورة في الشوط الأول اتاخدت بلوك، ودي اتلعب عليها كورتين في الشوط الثالث. إذن ده حل من الحلول، يبقى عنده ضارب في مركز ستة وإرسال قوي على هنا المصري. بتوسع آية حمدي الشامي الفارق 14-11. ارسال من آية، استقبال من نهال، كورة باك بتشوطها بقوة آية، ترجع تاني بليز، وطبعا الكورة قرياها كويس جدا آية حمدي، ترجع تاني ودعاء بتبلس، وكورة اتحسبت على دعاء الغباشي. طبعا حطت الكورة في العصا الهوائية. ارسال قوي من آية، استقبال، كرة بتترفع، دعاء بتشوط كرة قوية وتفنس أجمل، ولكن خارج الملعب. 12 نادي الشمس، 15 النادي الأهلي. دعاء توفيق. إرسال قوي، استقبال من كاتري، كرة بتترفع، تتحط كده برست الإيد من مروة مجدي اللي غيرها الكابتن حمدي الصافي المدير الفني مكان آية حمدي. ستاشر اتناشر، عنده لاعبات على مستوى عالي ما شاء الله، مفيش لاعب اساسي ولاعب احتياطي، بالعكس بيدي الثقة لكل لاعبيه عشان لما يحتاج حد او يبقى حد مش موفق التاني يبقى متواجد.
وده طبعا فكر جيد جدا. شايف جماهير بتشجع فريقهم بقوة. مشهد جميل جدا. نهلة سامح، ارسال، استقبال، وكرة جاية تتحط بقوة، ولكن حائط الصد المكون من كاترين حافز طبعا كبير جدا من الجمهور لفريقه. تايم اوت بيجري كابتن تهاني توسون المدير الفني، بتحاول توقف طبعا قدامنا جمهور بيدي حافز وبيدي اهتمام كبير جدا لفريق النادي الاهلي، دايما واقف مع فريقه في كل الالعاب بصراحه، وجاي النهارده في بطوله افريقيا علشان يديهم دفعه الى الامام. تغيير طبعا سهيله وفيق مع شروق، ومروه مع ايه، اعتقد ان هو بيحاول يقوي الشبكه هجوميا. استقبال، وكره بتترفع، وكره سريعه قويه ترجع تاني من ميار، تترفع تاني، وكاترين بتحطها بريست الايد والتنز، يعني قوي، ولكن خارج الملعب من آية خالد. إضافة جميلة جدا، ميار خليفة سنتر بلوك جيدة وصغيرة السن، الكرة بتتشط بقوة من كاترين وخارج الملعب. يبقى كده ميار خليفة وسهيلة وندى وليد بيدفع بيهم المدير الفني الكابتن حمدي الصافي، لاعبات صغار السن علشان يدخلوا في اجواء البطوله والمباراه. وكره قويه جدا بتشوطها مروه، ده اللي احنا اتكلمنا عليه. حافز وقوه، وبيديها مساحة والثقة ان هي تدخل في اجواء المباراة. كرة بتترفع، تتحط من نص الملعب ما بين مركز 3 و4 في مركز واحد. برافو يا هنا المصري، لعبة برضو صغيرة السن بتدفع بيها الكابتن تاني توسون. هون يا خالد، استقبال، وكرة بتترفع، ومروة مجدي المتألقة، وبترجع تاني، كرة سهلة، وقدامنا كرة قوية جدا بتشوطها كاترين من مركز 4، حائط الصد مفتوح قدامنا، ما بتلحقش توصل لها سلمى شحتوت. و21 الاهلي، 14 الشمس. مروه ارسال قوي، استقبال وكوره وعاليه. هلال عامله مجهود كبير قوي النهارده على صغر سنها. هنا المصري
واستقبال وكرة بتتحط وبترجع تاني تترفع. دعاء الغباشي تشوت كرة قوية من جنب ايد كاترين في مركز واحد الديفنس ما يقدرش يعمل لها حاجة. كابتن تاني توسون بتدفع بثلاث او اربع لاعبات صغار السن. والكابتن حمدي نفس الكلام. كاترين ده بقى اللي بيميز لعيب عن لعيب في الوقت المناسب. آية كانت شايلة في فترات كتيرة قوي صعبة، دلوقتي كاترين هي اللي شايلة. بنحييها طبعا وبنحيي آية الشامي، هي كانت مفتاح الشوط الاولاني ان هي تعدي بيه لبر الامان. كاترين المحترفة الاوكرانية ارسال قوي، استقبال وكرة بتيجي سهلة بتطلع من دعاء في ايد حائط الصد المكون من فريدة العسقلاني وسهيلة وفيق و23 النادي الاهلي 16 نادي الشمس. كاترين الكرة قوية من عالية وبترجع تاني بتفنس، ولكن مفيش تراي عليها بشكل جيد. هنشوف طبعا الاستوديو التحليلي بعد قليل والكباتن الافاضل طبعا كابتن مصر الكابتن منى عبد الكريم والكابتن شيماء وطبعا كابتن نجلاء فوزي، نخبة من نجوم الكرة الطائرة ونقطة تفصلنا عن الشوط الثالث واللقاء. 24 النادي الأهلي 17 نادي الشمس. فريدة العسقلاني ارسال قوي، استقبال كرة بتترفع وحائط صد جيد وبترجع تاني وعالية. هلال مصممة حتى آخر نقطة. بصراحة لاعبة صغيرة سن ولكن متميزة. برافو يا عالية. بتجري تبديل. بتنزل دعاء عرفي مكان عالية عشان تلعب الإرسال. إرسال جيد، الكرة بتيجي سهلة تطلع ديفنس تترفع ودعاء توفيق الغباشي بتشوطها وكرة مشتركة كده ما بين آية وندى وبتحطها نهلة سامح برست إيديها. خبرة كبيرة جدا عملتها الشوط الثالث بصراحة وأثرت في نهاية الشوط الأول بعد نزولها علشان تستقبل، وكان مهارة فعلا مفتقدينها من الخبرات نهلة سامح. بنقول ألف مبروك النادي الأهلي بفوزه على نادي الشمس بثلاث أشواط مقابل لا شيء. 26-24 25-16 25-18. مشاهدينا شكرا وإلى اللقاء، والكابتن خالد العوضي والاستوديو التحليلي.